السلام عليكم، شو اخباركم؟ طيبين. هذا كشاف فحص البيض وبعض البياضات بنظفها وبحط فيها نشرة خشب ونشوف. يلا بسم الله. اول شيء طق الباب خله يطلع. شو هذيك؟ فيها بيض تحت، فيها بيض. شو باين؟ شوف فيها بيض. كيف تعرف؟ شو من تحت نازل فيها بيض. افتحه، شوف، تشيك، ما في شيء، ما في شيء، يعني بيضه فيها. تنزلها. خلصنا منها. اوكي اوكي، نجي الجو الثاني ونشوف. طقين يطلعون، لا طلعوا. افتح شوف فيه بيض، شيك على البيض. شوف اصفر اصفر. كيف تعرف انه اصفر؟ اصفر. امسكه كذا وجيب البيضه حطها فوق. شوف لو شفت فيه مرار كذا قوه، الباقي اصفر. هذه تالف او فاسده هذه. اوكي، الثانيه شوف فيها احمرار ولا في عروق ولا في شيء، وفيها نص اصفار. هذا يدل انها فاسده بعد. اوكي اوكي، خلصنا من هذا الجوز. نجي الجوز هذا، نطق اول الباب لين يطلعون. الانف شكلها راجنه. شوف هي تطلع. شفت؟ هي تطلع عقب الشين. طلعت في عندها بيض ما شاء الله. هذا بيضة، هذا بيضتين، هذا ثلاثة، كلها موجود بيض. هلنا شيك نشوف وش الوضع. البيضة الأولى صفراء. لا شفت فيه خطوط زي كذا، تدل ان الاصفرار بدا يخرب. لا فيكم، اركدوا. جيب الثانيه شيك عليها، هذه صفرة مره، هذه شكلها نازله بدء، يعني قريب، مو بعيد، قريب لسه. وهذه خربانه. كيف خرب خربانه؟ شوف شفت الخط، هذه خربانه. كده الجوز الثاني عنده بس بيضة واحدة والباقي خربان، يعني المفروض تشيلها كلها. أفضل مرة واحدة يبيض من جديد هو الأفضل. أخذنا البياضة نحطها هنا، نفتحها ونكب الوساخة اللي فيها. وكذا خلصنا وأخذنا الوساخة اللي فيها. نجيب هذا السر حقي، نرش فيه شوي، اوكي، نحط هذا الرش ثاني مرة. خلصنا. هذا يطرد الفاش والحشرات اللي جوا. نحط نشارة خشب، نفتحها كذا بثر. وكذا خلصنا، صاير جاهز نحطه عند الطيور. رجعناه مكانه. طبعا الطيور في البداية بتستغرب الشيء اللي وسطه، تستغرب. شوف بس تتعود وتدخل. خلاص كذا اوكي الوضع. كذا خلصنا الملاحظة هذه، ان شاء الله استفدتوا منها. واي واحد عنده فكرة او ملاحظة او استفسار الكومنت والاضافة لو سمحتوا. واكس بلور، اكس بلور. يلا.